كلمت عن ايتو يمكن امبارح قدر يعني الفراعنه ملوك الشغلانه ان هم يبكوا ايتو للمره الثانيه، مره في الملعب ومره في المدرجات. لعب علينا نفسيا وقال حرب واحنا داخلين حرب وكان بيحمس اللعيبه، لكن قدر فعلا الفراعنه بادائهم البطولي ادائهم الرجالي اللي هم يبكوه مره ثانيه. القادم افضل، التامنه ممكن. صباح الفل على حضراتكم، صباح بطعم النصر.